بداية مبروك للجماهير العراقية هذا الفوز، فوز مهم بالنسبة لنا لتكملة المشوار في موضوع الانتصارات الدائمة رغم التأهل المبكر، لكن احنا دائما نخلي إدام للموضوع انه اللاعبين يكون في فورمة الفوز ونشوة الفوز. اليوم حصلنا على 3 نقاط مهمة من الأمانة، ملعب صعب، رطوبة، جماهير 60,000 متبرج موجود يشجع فريقه، اللاعبين رغم الشوط الأول ما كنا جيدين، وهذا أعللها لموضوع أن الرطوبة بعض اللاعبين ما استحملوا الرطوبة، ما كان الأداء 100%. الشوط الثاني صار بعض التغييرات واللاعبين كانوا دخلوا مركزين 100% وقدرنا نسجل هدفين وكنا نقدر نضيف. مبروك لجماهيرنا، مبروك لفريقنا، وإن شاء الله نستمر بالنتائج الجيدة. رحلة عودة طويلة للبصرة، شو راح تتعاملون مع هذا الشيء ولا أيام قصيرة إن شاء الله مباراة فيتنام؟ إن شاء الله اللاعبين بدنا نجهزهم، احنا دائما نجهزهم ان يكون أكثر وقت راح يحصلون عليه خاصة خلال السفر أو في المعسكرات اللي موجودة اللي نقيمها لهم، نحاول نشجعهم. صح، طبعا اشكر الاخوان بالسفاره العراقيه اللي هنا اللي ما عافوا الفريق من بدايه النهايه، هم مع الفريق ودائما يكونون سند لنا. شكرا للسفاره العراقيه، شكرا لهم وتعاونهم اللي كان تعاون باحترافيه مع الفريق ووفروا كل الامور اللي يحتاجها المنتخب. واسلمك ريبين.